النقطة التانية اللي هنتكلم عليها الجلوبال هايبر موبيليتي، ودي ان في اطفال كتير من اولادنا بيبقى عندهم ليونة وعندهم مرونة في المفاصل، فبنلاقي ان هم ساعات بيعملوا حاجات شكلها صعب شوية في حركة صوابعهم او حركة المفاصل، وبيبقى الاهالي قلقانين عليها، وطبعا ليهم حق ان هم يقلقوا، لانه لو عدنا الحركة بتاعت المفاصل دي كتير ممكن يكون في تأثير على المفصل. لكن اللي عايز اطمن اولياء الامور عليه انه كل الاطفال بيبقى عندهم ليونة، وصور زي الاطفال وهم مولودين زي اللي احنا شايفينها، ان طفل يقدر يحط رجله يوصلها لحد الفم، دي حاجة طبيعية ومفيش فيها تخوف. وكل ما الاطفال يكبروا كل ما الليونة دي بتقل، لكن في مجموعة صغيرة منهم الليونة دي بتفضل موجودة، ومن اثرها ان هي بتخلي المفاصل unstable يعني غير ثابتة، فيبدأ الطفل بالذات لما يبدأ يلعب رياضة يحس انه مثلا ركبته مش ثابتة، يحس ان مفصل الكتف بتاعه مش سامح له ان هو يعمل المجهود اللي بيعمله. وفي اوقات كتيرة بيقول لنا الاطفال عندهم خلع في المفصل نتيجة لهذه المشكلة. طبعا من لو احنا عندنا الليونة جديدة جدا وبتؤثر بأثر سلبي على حركة الطفل او الرياضة، يبقى احنا لازم نشوف متخصص عشان ان احنا نشوف اذا كان في شيء ممكن وكان ادرس جراحيا بحيث ان احنا نقلل الريسك بتاع الديسلوكيشن. لكن الليونة عادة ما بتبقاش محتاجة حاجة، وفي اطفال كتير بيستفيدوا من الليونة دي في ان هم يلعبوا رياضة زي الجمباز اللي يساعدهم ويساعد الليونة. النصيحة الوحيدة اللي انا اقولها للاهالي انه لازم نقوي العضلات اللي حوالين المفصل عشان نخلي المفصل ده ثابت ويحمي العظم ويحمي الغضروف اللي جوه المفصل، عشان على الطفل لما يكبر ويوصل المرحلة اللي بطل فيها نمو ما يكونش المفصل ده اتأثر. فتقوية العضلات مع العلاج الطبيعي مهم جدا عشان تسمح للطفل ان هو يمارس رياضة وهو مرتاح. من الحاجات برضو اللي بنشوفها كتير في الأطفال لما يجونا العيادة طريقة المشي بتاعت الطفل، وأمهات كتير يقولوا إن أنا بشوف بنتي، وعادة بيكون البنات أكتر من الولاد، أنا مش بشوف بنتي بتمشي وهي بتحط مدخلة رجلها اللي جوه زي الصورة اللي احنا شايفينها، ودي بتبقى الطفلة بتقدر تجري وبتقدر تلعب وبتقدر تمشي بدون مشكلة، الأم هي اللي بتكون واخدة بالها من طريقة المشي. ومن بنات كتير من دول بيبقى عندهم لو تشوفهم بيتفرجوا على التلفزيون مثلا او بيتفرجوا على الكرتون تلاقيهم قاعدين في الدبليو بوزيشن بنسميه زي الوضع اللي احنا شايفينه ده، ودي حاجة برضو اطفال كتير بتبقى جزء من نموهم، وبيبقى طبيعي ان الطفل لما بيتولد بتبقى الزاوية بتاعت المفصل الحوض زي اللي احنا شايفينها بتكون كبيرة، وكل ما الطفل بينمو الزاوية دي بتقل. ولو بنلاحظ ان الطفل لحد سن 8 سنين او 9 سنين يبدأ يعدل في الحركة بتاعت رجله. فبعيد تاني انه لو الطفل بيقدر يجري ويلعب وما عندوش ليمب يعني ما عندوش مثلا حركة غريبة في المشية بتاعته، وكل المشكلة ان الرجلين داخلين لجوه شوية، مفيش داعي للتخوف. التخوف يبقى لو انا عندي رجل مختلفة عن رجل، او عندي الوضع ده بيزداد سوءا، او في الام في الحالة دي انا اسأل متخصص. لكن مادام احنا بنجري وبنلعب ومفيش مشكلة، المفروض انه الحركة بتاعت القدم دي بتتحسن مع الوقت. وشكرا.